نسير مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء مع انطلاقه جديده وانطلاقه شوطنا العشرين الخاصه بالجعدان اللي جايه المهجنات الاصايل. نبدا بالصداره ونتابع المقدمه والمركز الاول، وهذا سليماني عبيد بن سالم العبيد الرايحي العليلي شعار مملكه متواجد على المقدمه والبدايه، بينما في المركز الثاني هذا مشبب بشعار محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي، بينما في المركز الثالث هذا النمر قطامي بن محمد بن ثاني السويدي، والمركز الرابع هذا شاهين سهيل بن حمد بن محمد العامري، وخامسا يتقدم في مبلش لسلطان بن سعيد بن سالم لينيبي، والمركز السادس ياتي هنا النشمي سحمي بن سعيد بن فلاح الحبابي يتقدم على المركز السادس، بينما في سابع المراكز هذا الاسد حمد بن ضحي بن عبد الله منصوري، وثامن المراكز هذا شعار ابو محمد يتقدم على ظهر مزاح حامد بن محمد بن سالمين العامري في المركز الثامن، بينما في تاسع التحديات نراقب هناك ما يهاب محمد بن مبارك بن محمد المطيوعي، والمركز التاسع دخول عليه كذلك من قبل ما يهاب محمد بن حمد بن فتيس، نعم، وعاشر المراكز يظهر هنا مقدام بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاختبي. هكذا مشاهدين الكرام ومتابعين الاعزاء النتيجة للعشر المراكز الاولى، ووفينا لمسامعكم هذه الاسامي وهذه الشعارات. عودة من جديد للمقدمة، عودة الى المركز الاول والبداية. يتقدم شعار بن قطامي على ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث هذا مبلش، وركز يا ابو احمد مع مبلش اللي واصلنا الان بالانجازات. الله ايضا يتقدم في هذه اللحظه سلطان بن سعيد بن سالم لينيبي مع مبلش، بينما شعار الصعب يصل مشاهدينا الكرام يقدم لنا مقدام اللي يتقدم حول المراكز الاوليه. يتقدم هنا محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، والمركز الخامس هذا مشبب محمد بن حمد بن مصلح بجمهور الاحبابي. الله الكيلو الاخير
الكيلو الأخير، كيلو الأوامر، كيلو التعليمات بالفعل، وعودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى السليماني، السليماني على المقدمة، السليماني على المركز الأول، يأتي بشعار عبيد بن سالم، الرايح هي العليلي، ركز يا أبو سالم، المركز الثاني النمر، قطامي بن محمد بن ثاني، السويدي ومقدام، مقدام الصعب يتقدم نحو المركز الثالث، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، الشوط وين؟ الشوط وين يا اخوان؟ الشوط الى وين؟ الله والسليماني، السليماني السليماني على المقدمة، والنمر في معركة طاحنة، في معركة طاحنة على الشرف الفوز، على شرف الانتصار، ولكن شعار ابو عامر واصل، واصل شعار ابو عامر على ظهر مشاهدينا الكرام، الشبابي، الشبابي قادم، خميس بن مسلم بن سليم الزرعي، وهناك شوف شوف غازي راشد بن محمد الطراق الهاجري، ولكن والسلام يرد عبد الشبه، وين بلقى السبك والساس الاصيل، تهانينا تهانينا لراعي النمر قطامي بن محمد بن ثاني، السويدي مشكور مشكور يا ابو محمد، وتهانينا لمنصور بن محمد بن ثاني، ومشكور كذلك المضمر سعد بن سالم ودمقنص الزرعي على هذا الفوز والانتصار بينما في المركز الثاني. المركز الثاني يوصل في مشاهدي الكرام غازي لراشد بن محمد وراشد الطراق الهاجري، والمركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول من الشبابي خميس بن مسلم الزرعي. هكذا النتيجة، عودة إلى التوقيت الزمني وساعة الوصول إلى خط النهاية